قال من غير تحية لوزير خارجية الدولة وليها كان السفارة في تركيا وكذلك القيادات في وزارة الخارجية. يا رجل حميدة، مرارا وتكرارا على التعدي على المواطنين الكويتيين بالخارج دون أن نرى على أرض الواقع رد قوي وسريع من الخارجية لدنكم على مثل هذه التصرفات. مرة مرتين صارت عادة عندكم. والله ما كلمت السفارة، والله الدولة ما قصرت الأخرى. يا رجل ما هكذا مرة جديد. يا رجل نحن نريد أن نستشعر بأن الخارجية لا هيبة ولا كلمة ولا قرار من هيئة المواطنين وهيئة الشعب الكويتي على الأرض. ما هكذا يوضع المواطن ويوارد الخارج، وأنتم ترون وكل ردود أفعالكم خجلة لا تتوائم مع كرامة العدل. كرامة الشعب فوق يا رجل، فوق، وتدعو على كل القواعد إن الظاهر اتخذها بشكل خجل لا يليق بهذا المقام وهذا الحدث وهذه الكارثة وهذا الأمر. يا رجل كثير من الدول اللي حيل الكويت مع الكويت عليها بدأوا يستمرون الفعل مرة ومرتين وثلاث، وانتوا تشتغلون والخارجية عندك خجلة بتحاضر الانتظارات الحاسمة. يا رجل العراق المحكمة الاتحادية العليا بخروجهم حتى عن القانون بمضي 10 سنوات على الاتفاقية البحرية لتسليم الحدود البحرية ألغتها من طرف واحد بعد مضي أسبوع. أنتم مرة ذكاء احتجاج هذا اللي أنا قدرتم عليه. كذلك الأمر في حق الدولة تجاوز الإيراني على الكويت. يا رجل ما هكذا فرد الإبل، ما هكذا فرد الإبل. الله يرحم زمن كانت الدبلوماسية الكويتية من مقدمة وبالرياضة. ما هكذا فرد الإبل حافظ على هيبة أبنائك وهيبة شعبك وكرامتك وإلا لساعة الألف وأركان خارجيتك. وكذلك الأمر لساعة الحكومة بأكملها المعتقد تحافظ على هيبة وكرامة الشعب الكويتي ومواطنيه.